بالفعل محمد، إسرائيل نامت على حداد، على حزن، واستفاقت هذا النهار على حزن. بالأمس أعلن عن مقتل 5 جنود وضباط إسرائيليين، واليوم صباحا أعلن عن مقتل 8 ضباط وجنود. أقل من 12 ساعة فصلت بين الإعلانين، وحالة من الحداد والحزن والتساؤلات تعم الإسرائيليين. نبدأ من ظروف مقتل الجنود بالضباط الإسرائيليين. الحادثة الأولى كانت في منطقة خان يونس، حيث قتل 4 جنود إسرائيليين بعد إطلاق صاروخ RPG من مسافة قريبة على مدرعة على ناقلة جند إسرائيلية في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين. الحادث الثاني كان في منطقة مستوطنة نتسريم سابقا في قطاع غزة، وقتل فيها جنديان إسرائيليان نتيجة لتفجير لغم أرضي قرب مدرعة من نوع جيب هامر. هذا الأمر يقلق الإسرائيليين، خصوصا أن هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، والجيش الإسرائيلي بحسب موقع واينت يفحص لماذا أدى ذلك إلى مقتل جنود إسرائيليين. هذا جيب الهامر كان يعتبر أنه آمن محصن، بالتالي كان يعتقد أنه آمن للجنود الإسرائيليين. والحادثة الثالثة كانت في منطقة انصراط، منزل مفخخ بالقرب من انصراط في وسط قطاع غزة، واستدرج على ما يبدو إليه جنود إسرائيليون، وتم تفجير المنزل فيهم، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين بحسب المراسل العسكري لموقع واينت الإسرائيلي. الصورة العامة أن الجيش الإسرائيلي يبدو في قطاع غزة وكأنه منهك وكأنه متثاقل كما تحدثنا خلال الفترة الماضية، وموجود في مواقع مكشوفة للمقاتلين الفلسطينيين. في المقابل المقاتلون الفلسطينيون بحسب موقع يدعوت أحرنوت طوروا أساليب جديدة للقتال، يتعلمون من المعارك السابقة، تحديدا من المعارك في جباليا وبيت حنون وبيت لاهيا، وتتحدث الصحيفة عن أنهم ينقلون خبراتهم إلى مواقع القتال الأخرى، رغم الادعاء الإسرائيلي بأن المقاتلين الفلسطينيين انقطع الاتصال بينهم وبين المقاتلين في المناطق الأخرى، والادعاء الإسرائيلي بأن المقاتلين الفلسطينيين فقدوا الاتصال مع قيادة حركة حماس الموجودة في قطاع غزة. لكن الصورة التي ترتسم من تقرير لدعوت أحرنوت اليوم مخالفة لكل هذه الصور. المقاتلون الفلسطينيون يتعلمون مما يحدث في مواقع قتال أخرى، وبالتالي هناك تفادي ربما لأخطاء أو حتى اكتشاف لنقاط ضعف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وبالتالي توجيه هجمات أقصى تؤدي إلى مقتل وإلى إصابة جنود إسرائيليين.